أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي يسعدنا فيه وإياكم أن نستضيف سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ونسعد باتصالات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 8 99 99. وبداية فضيلة الشيخ، يعني نأخذ بعض يعني قبل أن تأتي بعض الأسئلة من المشاهدين والمشاهدات، نحب أن يعني نلقي الضوء على هذه الآية الكريمة التي قالها الله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك، البركة هي ثبوت الخير ودوامه، وهذا اللفظ تبارك لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك فلان أو علان، إنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أما أن يقال مبارك فلان مبارك بارك الله فيه أو ما أشبه ذلك لا مانع، لكن هذه اللفظة تبارك هذه لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، هذا لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. جعل في السماء بروجا، البروج هي منازل الشمس الاثنتا عشرة، منازل الشمس التي تنزل فيها وتتنقل فيها في طول السنة، وهي 12 برجا. وقيل البروج هي النجوم من التبرج وهو الزينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فقيل المراد البروج هي منازل الشمس خاصة، وقيل هي جميع النجوم سميت بروجا من التبرج وهو الحسن والجمال. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهي الشمس، الشمس سراج الكون، وقمرا منيرا، القمر نور، هو الذي جعل القمر نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل. فالقمر نور، أما الشمس فإنها سراج، سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما بعض ويتعاقبان مدى الزمان، لمن أراد أن يذكر، أن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، أو أراد شكورا، يشكر الله على هذه النعمة العظيمة ويتدبر هذا الكون الدال على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأيضا لازلنا في انتظار اتصالات المشاهدين والمشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 8 99 99. معالي الشيخ صالح حفظكم الله، نهاية العام هل لها مزية في الشريعة
هل هناك تهنئة؟ هل هناك احتفال بنهاية العام أو بقدوم عام جديد؟ التوجيه بارك الله فيكم. لا، ليس لها مزيح على بقية الأيام، وليس فيها تهنئة، وليس فيها شيء خاص بها دون سائر الأيام. وكل يوم فهو نهاية عام بالنسبة لما قبله، فالأيام تتوالى، وليس لبعضها مزية على بعض، إلا أن الله جعل فيها عبرة ومصلحة للعباد وتذكرة للعباد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أبو محمد من الرياض يسأل ويقول: زوجتي نذرت أن تذبح بعيرا، هل لها أن تذبح كبشا أو كبشين لأنها لا تستطيع أن تذبح البعير؟ لا، ما يجزي هذا. نذرت بعيرا يبقى في ذمتها، يبقى في ذمتها، متى استطاعت فإنها تذبحه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا يعني سائل يسأل عن يعني بعض الأسئلة التي وردت من الأخ أبو عائشة الفضلي من الكويت، يقول يسأل عن ولد قد ناهز البلوغ ويرغب في الجوال الذكي المسمى الآيفون، يقول هل له أن يشتري هذا الجهاز مع أنه يصعب عليه مراقبته وضبطه؟ إذا كان الجهاز فيه أمور يعني فيها خطورة على الدين وعلى العقيدة أو على الشرف، فإنه لا يجوز له اقتناؤه. يقتني جوالا عاديا ينتفع به في المكالمات والاتصالات، وأما ما فيه شر وفيه ويجلب شرا ويستخدم استخداما سيئا فلا يجوز استعماله ولا شراؤه. نعم. أيضا سؤاله الثاني يقول: حفظكم الله، لكم فتوى في تحريم خاتم التسبيح ولكم فتوى أخرى في تجويز السبحة، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن السبحة مثل عدد الحصى ومثل الأصابع، كونه يسبح بالأصابع أفضل لأنها مستنطقات يوم القيامة فيسبح بأصابعه، وإذا احتاج إلى أن يستعمل الحصى فلا بأس بذلك، أو خرزات السبحة تقوم مقام الحصى. أما الخاتم فهذا شيء لم يستعمله السلف ولم يرد، وأيضا هو قد يكون شعارا يتخذه بعض الناس أن فيه فضلا ومزية على غيره، ربما يتبركون به. نعم. سؤاله الثالث أحسن الله إليك يقول: هل مشقة الحج والفيزا وتعقيدات الحدود مبرر لترك الحج المستحب إلى الأبد؟ لا، ما هو إلى الأبد، لكن إذا شق عليه الحج في سنة وهو قد أدى الفريضة، المراد حج التطوع، إذا شق عليه في سنة فإنه أو يخشى من الزحام فإنه لا يحج. طيب، ما دام أنه أدى الفريضة، وإذا كان أدى بعدها نافلة فإنه لا يحج ما دام عليه مشقة أو صعوبة. نعم. هذا يعني سؤال من أحد الأخوة بأمريكا، يقول: نحن نريد أن نبني مسجدا في أمريكا وعن طريق التبرعات، ولا نستطيع جمعها إلا بالطريقة التالية: أن نفتح حسابا في البنك باسم المسجد، الثاني وجود شركة تحويل أموال وسيطة بين حساب البنك وبين المتبرعين، وبذلك يتم تحويل أموال المتبرعين لحساب المسجد، وتأخذ هذه الشركة 3% من المبلغ المحول لقاء خدمة التحويل، وليس هناك طريقة أخرى لجمع التبرعات، فما هو الحكم في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال على ظاهره لا بأس به، إذا كان البنك يأخذ مقابل تعبه واستقباله للتبرعات وجمعها
حمايتها لا بأس بذلك، لأن هذا في مقابل أتعاب من البنك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: إذا تعدى علي مديري في العمل وغمطني حقي ومنعني من بعض ما أستحقه من الترقية وغيرها، هل لي أن أدعو عليه؟ والله هذه مسألة نظامية، أن تدعي هذا الله أعلم، عليك أن تراجع الجهة المختصة التي فوق هذا المدير. إذا كان لك استحقاق وهذا المدير غمطك حقك، فعليك أن تشتكي إلى الجهة التي فوقه لتنصفك من هذا المدير، ولا تستعمل الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، يعني الكلام عن محاسبة النفس ومراجعتها في نهاية العام، سواء في الخطب أو في الأحاديث أو في المواعظ، هل لذلك أصل، وهل للإمام أن يفعله في هذه الأيام؟ كما سبق، هذا لا أصل له، وليس لآخر العام على أول العام وسط العام، كل الأيام لا مزية لبعضها على بعض إلا ما فضله الله سبحانه وتعالى وخصه بفضيلة، ولم يرد أن في آخر العام مزية على غيره أو فضيلة على غيره. نعم. هذا السائل يقول: ترد بعض رسائل الجوال، خاصة مع، يقول، تطوى صحيفة العام، فهل تطوى الصحيفة في نهاية العام، وهل ورد شيء في هذا، ومتى تطوى صحف الإنسان؟ يا أخي، ما لآخر العام مزية، كل يوم تطوى صحيفته الخاصة به، كل يوم صحائف الحفظة تطوى ويفتح صحائف جديدة في كل يوم. نعم. ناخذ اول اتصالات هذه الحلقه. الاخ فيصل من الطائف، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. والسلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. السؤال الاول: عملت عمليه طال عمرك سرطان، هي اسفل، يعني هي فتحه الشرج. معك، تفضل. نعم. نعم. والان طال عمرك ما اقدر اتوضا ولا اقدر أتوضأ بسرعة ولا أقدر أصلي في المسجد، يعني ما مستحيل أطلع من بيت الراحة إلا بقوالي أنقض الوضوء. يعني حدثك دائم ينزل عليك، حدثك ينزل عليك دائم؟ إيه دائم باستمرار، ما يمدينا حتى الله يعطيك العافية أطلع من الحمام إلا وأنا يعني أجد قال كرسي بسرعة أصلي والبيت. يا أخي، هذا الحدث الدائم، هذا الحدث الدائم، تتوضأ عندما تريد الصلاة، تبادر بالوضوء عندما تريد الصلاة، وتصلي في الحال ولو نزل عليك شيء، هذا حدث دائم مثل سلس البول، فتتوضأ عندما تريد الصلاة ثم تصلي ولو نزل عليك شيء. ما أنت معذور في هذا، لأنه لا يمكن أكثر من هذا. اصبر يا أخي، لأنه لا يمكنك أكثر من هذا. نعم. ما ألبو طال عمرك، هذا من وغاء أسبل. نعم. ما هو بول، هذا من الثاني غير البول. يا أخي، توض عند الصلاة الله يهديك، أولا المخرج تنشفه، ولو في مناديل أو في شيء ينشفه، ثم تتوضأ، وإن تيسر أنك تستنجي بالماء، تغسل المخرج بالماء، فهو يعني أحوط وأتم، وإلا يكفي الاستجمار بمناديل خشنة أو بحجارة أو. نعم. هذا السؤال الثاني غلط. نعم. أحيانا أصلي في البيت، أحيانا أجمع الظهر والعصر، أحيانا أضرب العشاء مع عشاء، ما أقدر، أنا عندي برضه الرئات تعبانة، ولا أقدر أفك الأكسجين مظلي يمكن أكثر من ساعة وأتأثر منها. الجمع إنما يجوز للمريض، إذا عندك مرض وتحتاج إلى الجمع لا بأس بذلك، أما ما دام ما عندك مرض يحوجك إلى الجمع الصلاتين في وقت إحداهما، فأنت تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. السؤال الثالث كان عمرك، الله يجزاك خير. نعم، تفضل يا الحاج. الحاج يا محمد، الحاج ما قدرت، كل ما أبغى حج أتذكر أني عندي الرب مزمن والرئات تعبانة ولا أستطيع الحج. وما
هل حجيت الفريضة؟ والله ما حجيت الآن. ما حجيت الفريضة؟ لا والله ولا سبعت ولا عندي سباعة. توكل يا أخي، إذا كان ما تستطيع أنك تحج بنفسك الفريضة توكل من يحج عنك. الحمد لله. الله يجزاك خير ويجعلنا من أعوانك يا شيخ دخيلك. الله يعافينا وإياك. شكرا أخ فيصل، نسأل الله لك الشفاء والعافية. نعود إلى الأسئلة التي جاءت للحلقة. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن السنن الرواتب، إذا كان الإنسان محافظا عليها ثم أقيمت الصلاة هل له أن يقضيها بعد الصلاة؟ نعم لا بس يقضيها بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه لم يأتي براتبة الفجر قبلها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. طيب، وهذا يسأل يقول زوجتي لم تطوف طواف الإفاضة، هل لها أن تطوف في ذي الحجة أم إذا خرج ذي الحجة فلا شيء عليها؟ لا، يجب عليها طواف الإفاضة، ما يتم حجها إلا بطواف الإفاضة، ركن من أركان الحج، متى ما تيسر لها تذهب إلى مكة وتطوف للإفاضة، وقته موسع. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا. لكن اصبر، لكن لا بد أن يتجنبها زوجها حتى تطوف للإفاضة. نعم جيد. أيضا من الأسئلة التي وردت، أبو عبد الله يسأل يقول بارك الله فيكم، من هم الرحم الذين يجب على الإنسان صلتهم؟ من تربطك بهم قرابة من جهة الأب، كالأجداد والجدات والأخوال والأعمام والعمات والإخوة والأخوات وبنو الإخوة إلى آخره، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبلها، هؤلاء هم الرحم التي تجب عليك صلتهم. نعم. وأيضا يسأل أبو عبد الله إضافة على هذا يقول فضيلة الشيخ، هل الاتصال بالجوال أو بالهاتف والرسالة تكفي في ذلك؟ نعم، هي نوع من الصلة، تتصل بالجوال تسلم عليهم وتسألهم عن أحوالهم، فإذا كنت لا تستطيع الذهاب إليهم ومقابلتهم فالجوال يؤدي بعض الغرض الحمد لله ويذكر بهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا اتصال من الأخ أحمد من مدينة الطائف، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ عندي اتصال، الله يرضى عليك، أنا أداوم يوميا من الطائف ومكة يوميا، وخميس وجمعة نهاية الأسبوع أسافر للديرة اللي تقريبا 200 كيلو. أبغى أعرف يجوز أقصر العصر، يجوز وأنا راجع خميس وجمعة أقصر في الديرة ولا ما أقصر؟ في الطريق ذهابا وإيابا تجمع وتقصر في الطريق وأنت تسير في الطريق، أما إذا وصلت إلى بلدك لا تقصر، لأن وطنك رجعت إليها، وكذلك إذا رجعت إلى محل إقامتك لا تقصر، وإنما تقصر في الطريق بينهما وتجمع إذا احتجت للجمع. نعم. يعني ما يجوز تجمع العصر مع الظهر في مكة؟ في محل العمل ولا في بلدك؟ في محل العمل. في محل العمل تصلي مع المسلمين يا أخي، أنت ما جد بك السير علشان إنك تجمع. القصر لا بأس إذا كان ما تقيم إقامة يعني تزيد على 4 أيام يجوز لك القصر، وأما الجمع فتصلي مع الناس ولا تنفرد، والمسجد إلى قريب منك وتسمع الأذان، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. أنا أصلي الظهر يا شيخ مع الجماعة، بس هل أقصر العصر؟ لأن أحيانا يأتي علي العصر وأنا في الطريق. تقصر العصر؟ إيه. إيه العصر تقصر، أنت ما دام أنك بين مكة والطائف مسافة قصر،
الطريق تقصر لا بأس. نعم شكرا لك يا شيخ. شكرا يا أخ أحمد. هذا سائل يقول بالنسبة للمسلم حديث العهد بالإسلام هل يجوز إعطاه من الصدقة والزكاة؟ إذا كان فقيرا يعطى، إذا كان فقيرا محتاجا للزكاة يعطى منها. نعم طيب. وهذا يسأل عن في المسعى للخفين يقول أجدني أحيانا أمسح جوانب الخفين وأحيانا ما بين الأصابع، فهل عملي هذا مشروع؟ يا أخي الخفان اللي يمسح أعلاهما، أعلى الخف من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، تضع يدك مبلولة بالماء على أطراف الأصابع وتمرها إلى الساق على ظاهر الخف أو ما يقوم مقامه، ويكفي هذا عن مسح الجوانب أو الأسفل. نعم. هذا يقول أنا شاب من الله علي بالهداية ولي قدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأريد أن أقدم رسائل صوتية ومرئية في الدعوة إلى الله عز وجل، فما هي الشروط وما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟ الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم وبصيرة، إذا كان عندك علم وعندك بصيرة وفي استعمال الجوال وسيلة للدعوة وتتصل بالناس وتدعوهم إلى الله وتذكرهم، هذا شيء طيب. نعم طيب. أيضا من الأسئلة التي وردتنا في هذه الحلقة الأخ محمد يسأل عن الوتر، متى وقته ومتى ينتهي؟ الوتر من صلاة العشاء بسنتها، من صلاة العشاء بسنتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وكونه إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل قبل الفجر فإنه يؤخره إلى آخر الليل، هذا أفضل. وإن كان لا يثق من قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا يسر الله له أن يقوم في آخر الليل يصلي ولا يكرر الوتر، يكفي الوتر الأول. نعم طيب. أحسن الله إليك. هذا سؤال ورد إلى الحلقة يقول قضيت قضاء علي من رمضان في أيام التشريق ولم أكن أعلم الحكم، فهل أعيد؟ أيام التشريق لا تصام إلا عن دم متعة أو قران لمن عجز عن الفدية، فلا بد من إعادتها لأنك صمتها في أيام لا يجوز فيها الصيام. نعم طيب. وهذا أيام عيد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجمعة متى وقتها ومتى يخرج الوقت ومتى تتحول إلى ظهر؟ وقتها وقت الظهر، يدخل وقت الجمعة بدخول وقت الظهر وينتهي بانتهاء وقت الظهر، وهي فرض الوقت، هي فرض الوقت وليست بديلة عن الظهر، إلا من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. نعم. ويقول نحن عمال كثير في شركة واحدة ولدينا مسجد، هل يجوز لنا أن نصلي فيه الجمعة أم نذهب للجوامع الرسمية التي قررتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ نعم، تذهبون إلى الجوامع الرسمية المرخص لها وتصلون الجمعة مع المسلمين، ولا تصلوها فيما ذكرت في المكان الذي ذكرته. لا تقام صلاة الجمعة إلا بفتوى من الجهة المختصة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا معنا من الرياض الأخ حمود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح. جزاك الله بالخير. لو تكرمت عندي سؤال من شقين. الشق الأول الشيخ صالح، أن أنا أشتغل في التجارة وفي شخص إذا جاء وقال لي بحط عندك مبلغ مثلا معين من المال ويبغاني أعطيه عليه، طبعا أنا شغله في التجارة الحلال وشغله أعطيه عليه نسبة يعني مثلا 5% 7% 10% نسبة مقطوعة من الأرباح ما أخليها عائمة، هل يجوز هذا أم لا يا شيخ؟ نسبة مشاعة، إذا حصل ربح
تعطيه هذه النسبة، وما حصل ربح فليس له شيء. ما حصل ربح ما في، لكن لما يحصل ربح لكن أبغى أحدد له أنه إن حصل ربح يكون له نسبة 5 أو 10%، يعني أشرط له النسبة، هل يجوز يا شيخ أم لا؟ إيه نعم، نسبة مشاعة من 5% 10% حسب ما شرطتم. نعم نعم. عندي الشق الآخر يا شيخ، في حال أني أنا نفسي دخلت مع ناس في 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 موضوع يعني تجاري، ودخلنا في مبلغ معين ودخلنا في صفقة تجارية، فهل يجوز أنا قبل انتهاء الصفقة أني أطلع بنسبة ربح معينة، أخذ رأس مالي وربح معين أرضى فيه وأطلع قبل انتهاء المدة المحددة؟ لا، تأخذ رأس مالك وتطلع إذا بغيت تطلع، أما الربح اللي تأخذه وأنت ما بعد أحصي وعرف الربح هل ما يجوز؟ نعم ما يجوز. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله. حياك الله. طيب شكرا للأخ المتصل. فضيلة الشيخ يقول أنا أحد أئمة المساجد وأرجو أن يتسع صدركم لبعض هذه الأسئلة. يقول ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة؟ لا لا يجوز تقطيع الصفوف، لا بد أن تتصل الصفوف وتسد الفرج كما وتكمل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالصفوف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يهتم بالصفوف ويقيمها ويحث على تراصها وعلى سد الخلل، هو أمر الصفوف مهم جدا. نعم. وأيضا سؤاله الثاني يقول المسجد كثير السواري وأحيانا بعض المصلين يصلون فيه الفريضة، فهل هذا عمل مشروع؟ لا يصفون بين السواري إلا عند الحاجة، إذا ضاق المسجد فلهم أن يصفوا بين السواري، أما إذا كان يعني تقطع الصفوف، أما إذا كان في المسجد متسع فلا يدخلون السواري في الصفوف. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، معنا من الرياض الأخ يوسف. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أحسن الله إليك يا شيخنا. نعم يا شيخ، الله يجزاك عني سؤالي في الصلاة الله يحفظك. أنا أدركت نعم. الصلاة مع الإمام ودركت تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية الإمام ركع ورفع بسرعة، أنا ما أمداني على أن أركع مع الإمام، هل أجيب الركعة هذه يا شيخ ولا لا؟ أي نعم، تركعها بعد الإمام ما خالف، وتلحق بالإمام. بس أنا أدركت التكبير مع الإمام وخلف الإمام يا شيخ. إيه أدركت تكبيرة الإحرام، لكن تقول الركوع إنه رفع قبل أن تركع، ها؟ أي نعم، رفع قبل أن أركع. إيه تركع قبل بعده وتلحق بالإمام ما خالف. يعني أسلم على الإمام يا شيخ. أي نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، والله ينفع بعلمك شيخنا. طيب شكرا يا أخ يوسف. أيضا يسأل هذا عن تقدم المأموم على الإمام للحاجة في صلاة العيد وصلاة الجمعة خاصة مع ازدحام المساجد. إذا ازدحم مسجد يذهب للمسجد الثاني ولا يتقدم أحد على المأموم، مأموم لا يتقدم عليه أحد، وإذا ضاق مسجد المساجد كثيرة. نعم. وهذا يسأل يقول إذا فاتتني الركعة الأولى من صلاة العيد هل أصليها يعني صلاة عادية أم يعني يقضيها؟ فاتته الركعة الأولى يدخل مع الإمام في الركعة الثانية، هو يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. نعم. يسأل يا شيخ هل يقولها بتكبيراتها أم يكتفي بتكبيرة واحدة؟ على صفتها، إذا صلاها وحده يصليها على صفتها بتكبيراتها، وإن اقتصر على ركعتين بدون التكبيرات الزوائد فهذا مجزي أيضا. نعم. يقول شيخنا يقول أحيانا أجهر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاتي الفريضة وأحيانا في النافلة في قيام الليل، وقال لي بعض الإخوان إن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى. أي نعم، الإصرار بها أولى، وإذا جهرت بها بعض الأحيان ما في مانع. نعم. طيب هذا سائل يعني سائل يقول أنني رميت يوم النفر الثاني قبل الزوال بساعة
ثم ذهبت وطفت طواف الوداع وركبنا في الطائرة بسبب تقدم الحجز. يقول فهل علي شيء؟ نعم، لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يرمون، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وما فعلتموه لا يجزي. وكذلك الوداع ما هو في محله، الوداع بعد إكمال الحج ولا كمل حجكم، لأن عليكم الرمي. فعلى من فعل هذا فديتان، فدية عن ترك رمي الجمار أو تقديمها في غير وقتها، والفدية الثانية عن طواف الوداع لأنه جاء في غير محله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو ثامر من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم. أنا كافل لي اثنين أيتام سامع. نعم. ويجي لهم مساعدة، وشريت لهم أراضي وشريت لهم بيت. سمعت؟ أي لهم. أكثر أم... إيه لهم. تامل. نعم. والثاني اللي كذا يجي لهم مساعدة من الحكومة، وبعض الحاجات اللي نقص عليه شيء ناخذ منها. احنا يا شيخ نبغى نسأل يعني لنا حق في الشيء ذا ولا ما لنا حق فيه؟ لا، ما لكم حق، هذه أموال أيتام تحافظ عليها، اللي جاهم من الحكومة واللي ورثوه واللي يعطي دفع إليهم مساعدة كله تحفظه لهم. ولا أيوه أيوه نعم، الأراضي وبيته شاري لنا ثلاث أراضي وبيت. أيه تحفظ لهم مالهم ولا تأخذ شيء لنفسك منه، بس لا أخذ من ترده، لا أخذ من الفلوس حقته أن عليها شيء أرجعها ولا ترد الفلوس. الله هديك ترد الفلوس إن شاء الله، ترده مع حقهم مع مالهم. نعم إن شاء الله. طيب شكرا يا أبا ثامر. أيضا شيخنا الفاضل، من الأسئلة التي وردت للحلقة، يقول هذا السائل، يقول مع انتشار هذه الفرق التي تقول يعني باستحلال دماء المسلمين وبالقتل وما إلى ذلك، يقول ما السبيل لحفظ أبنائنا وناشئتنا من هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. السبيل واضح، ربوهم على الخير، وربوهم على لزوم السنة وعلى طاعة ولي الأمر، ربوهم على ذلك وحافظوا عليهم واحفظوهم من جلساء السوء ومن دخول الأفكار عليهم من نواحي التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك. حافظوا عليهم، هم بذمتكم، لا يدخل عليهم شيء يخل بدينهم ويخل بشرفهم، وأنتم مسؤولون عنهم في المحافظة عليهم. نعم. أيضا سؤاله الثاني فضيلة الشيخ، يقول كيف السبيل إلى دراسة الأحوال مثل هؤلاء، وهل هناك شيء توصون به طلبة العلم والأئمة والدعاة في هذا الباب؟ نعم، طلبة العلم والدعاة وخطباء المساجد كلهم عليهم واجب أن يبينوا للناس طريق الخير ويحذروهم من طريق الشر ويبينوا لهم الحق من الباطل، يقومون بهذا، لأن هذا خصوصا في هذا الوقت الحاجة ماسة إلى البيان والنصيحة والتحذير من هذه الآفات الخطرة، وأيضا تربية الأولاد، الوالد مسؤول عن أولاده، يربيهم يحفظهم عن دخول الأفكار عليهم ما داموا تحت ولايته. نعم. شيخنا الفاضل أيضا من الأسئلة التي وردت الحلقة، يقول ما يعني عن هذه الكلمة توكلت على الله ثم عليك؟ لا، يقول توكلت على الله وحده، وعليك يعني وكلتك، توكلت على الله ووكلتك في كذا وكذا. نعم. طيب، وهذا يسأل عن فضل يعني كلمة التوحيد، وأنه يرد أحاديث كثيرة في هذا الباب، وأن الإنسان يتحصن ويستشفي بها ويعتصم بها، فيقول هل هذا ورد في فضلها؟
نعم. يقول كلمة التوحيد فضلها، يقول ورد فيها أن الإنسان يتحصن بها ويستشفي بها ويعتصم بها. نعم، ورد أنه يتمسك بكلمة التوحيد ويتعلم معناها ويعرف مقتضاها ويعمل بها ظاهرا وباطنا. نعم أحسن الله إليك. معنا اتصال أبو أحمد من الرياض. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ وحفظك، بالنسبة للمرأة التي تطلب الخلع، هل يدفع للرجل المهر بشكل كامل أم يدفع للرجل المهر المسمى في العقد، حيث أن المهر ذهب في تكاليف الزواج؟ الخلع هذا حسب ما يتفق هو الزوج والزوجة عليه، ولو زاد على الخلع حسب، لكن الأفضل أنه ما يأخذ أكثر مما أعطاها، لكن إذا أخذ أكثر هو جائز له. نعم نعم يا شيخ. والمسمى في العقد هل يعتبر شرعا هو المفروض المفترض يعطى أو الذي دفعه حقيقة يعني أصلا؟ حسب ما يتفقون عليه، الله يهديك، الخلع حسب ما يتفقون عليه ولو زاد على المهر. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا يا أبا أحمد. هذا يقول، تقول يقول زوجتي تضع الباروكة على رأسها وتقول يجوز ما دام الزوج راضيا، فما هو التوجيه بارك الله فيك؟ لا، ما يجوز، هذا حرام، هذا من الوصل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والباروكة من الوصل، فيكفيها شعر رأسها الذي خلقه الله لها والحمد لله، ولا تضع الباروكة ولو رضي زوجها، هذا منكر، كون الزوج يرضى بالمنكر لا يجوز المنكر لها ولا له أيضا، ليس للزوج أن يرضى بهذا. نعم أحسن الله إليك. يقول أيضا أصلي في منزلي بعض الأحيان والمسجد قريب مني. لا يجوز هذا، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا هو الحديث الصحيح، ما دمت تسمع الأذان وهو قريب منك يجب عليك الذهاب، إلا إذا صار لك عذر من مرض أو خوف، فلا بس، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. نعم أحسن الله إليك. هذا الأخ صالح من الرياض يقول يكثر في صلاة الجمعة أن بعض الناس يأخذ الجوال ويصور الإمام أو يصور إذا كان في الحرمين الشريفين يصور المصلين وما إلى ذلك أثناء خطبة الخطيب، فتوجيهكم بارك الله فيكم. تصوير الناس هذا حرام، ما يجوز، لا، وإذا كان هذا في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد فالحرمة أشد، لا يجوز تصوير الناس، التصوير لا يجوز إلا لضرورة مثل حادث أمني وإلا جواز سفر وإلا رخصة قيادة وما أشبه ذلك، ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يوم القيامة يؤتى بكل صورة صورها في الدنيا ويقال له انفخ فيها الروح، وليس بنافخ، ما يستطيع ينفخ فيه، لكن هذا من باب التعذيب له. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا فوزان، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. تفضل يا فوزان، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤالك. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال بالنسبة للقصر والجمع. تفضل. أنا الحين مسافر يعني تقريبا 80 كيلو أو 60، يجوز لي القصر يعني؟ 60 لا، ما يجوز لك القصر، أما 80 فما فوق يجوز لك القصر. نعم. طيب عندي سؤال ثاني، إذا سافرت يعني 800 كيلو يعني أقصر أم أجمع؟ تقصر في الطريق وتجمع إذا احتجت للجمع. نعم شكرا للأخ فوزان. فضيلة الشيخ، أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، يعني هذه السائلة تسأل تقول زوجي لا يقوم للصلاة وأنا أجاهد معه في هذا الباب ولكنه يرفض رفضا شديدا، سؤالي هل أبقى معه أم أغلب جانب الحفاظ على أبنائي وعلى البيت؟
إذا كان إنه يصر على ترك صلاة الجماعة أو على الصلاة في وقتها يتكاسل عنها ويضيع وقتها، وكررت عليه الإنكار ولم يمتثل، فلك أن تطلب الفراق منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا معلم قرآن بعد صلاة العصر، ويوجد لدينا صبيان يعني دون سن التمييز، يقول فهل لي أن ألزمهم بالوضوء لمس المصحف ولقراءة القرآن؟ علموهم، ربوهم على هذا، وإذا حصل منهم يعني تقصير أو خطأ فهم لا يؤاخذون، وأنتم بذلتم المطلوب، احرصوا، وإذا حصل شيء من الخلل فهذا أولى الصغار ولا ينضبطون، ولا تمكنونهم من المصاحف، لا تمكنونهم من المصاحف إلا من وراء حائل إذا أمكن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذه امرأة يعني قالت أنها تأتيها أحيانا العادة قبل الدورة مثلا بأيام غير متصلة بأيام الدورة. إذا كانت ما هم متصلة بأيام الدورة وليس لها لون صفات الحيض، ليس لها صفات الحيض وليست في متصلة بأيام الدورة، فإنها دم فسد، لا تنظر إليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من طبرجل أبو نافل، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. مساك الله بالخير شيخ صالح. مساك الله بالخير. طال عمرك، يوم الجمعة إذا كنت مسافر فكيف تجمع؟ نعم. هل هي تقصر يوم الجمعة ويصلى في يوم الجمعة، أو أقدر أجمعها مع العصر، أو أقدر أصلي العصر معها؟ إذا حضرت الجمعة مع الناس فإن أقول إذا حضرت الجمعة مع الناس فإنها تكفيك عن الظهر ولو أنك مسافر، ولا يجمع معها العصر، الجمعة لا يجمع معها العصر، ليس من جنسها. نعم. أنا ما حضرت صلاة الجمعة، ما صلاة الجمعة، أنا مسافر في الطريق، مسافر يعني مسافر في الطريق، وحضر وقت صلاة الجمعة، وقت هل أقصرها ولا أصليها رباعية؟ في بعض المشايخ يقولني صليها رباعية يوم الجمعة، تصليها رباعية ما تقصرها، صلاة الجمعة ما تقصر. يا أخي إذا كنت مسافر تصلي ظهر، ظهر ما هو جمعة، تصلي ظهر تقصرها. الجمعة إذا حضرتها مع اللي يصلونها تجزيك عن الظهر، وأما أنك تصليها وحدك أو مع مسافرين هذا ما يجزي. نعم. جزاكم الله خير. حياك الله يا أبا نافل، وشكرا لك على اتصالك. فضيلة الشيخ، هذه تقول أختكم السائلة تسأل، تقول سجود التلاوة، تقول أنها تقرأ القرآن كثيرا، تمر بها السجدات، تقول سجود التلاوة هل لابد له من طهارة، وهل لها أن يعني تغطي مثلا شعرها وتضع على نفسها عباءة الصلاة؟ سجود التلاوة ليس بواجب، وكونها تتوضأ عند التلاوة وقبل التلاوة هذا أفضل لها، وللقراءة وللسجود أيضا. نعم. وهذا يقول لدينا يعني والدتي يعني جدتي العجوز أحيانا تأتم بالمسجد مع أنه بيننا وبين المسجد شارع في صلاة التراويح، وتخرج أحيانا في السور وتصلي وراءه وتدعو معه في القنوت، فهل صلاتها صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة، صار بينهم شارع وليست الصفوف ليست متصلة مع المسجد، فلا تصلي خلف الإمام، تصلي وحدها. نعم. أحسن الله إليك شيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل يسأل يقول قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ما المراد بهذه الآية؟ المراد بذلك الحفظ الملائكة، لا يمسه إلا يعني القرآن في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. وهذه سائلة تسأل عن التسمية بأبرار أو بشائر أو جنات أو جنة، تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الاسم الذي لا يحمل معنى سيء، معنى سيئا لا بأس به. نعم. يقول والدي يمنعني من الذهاب إلى العمرة وإلى حلق العلم والذهاب مع الصالحين، فهل أستجيب له؟ نعم. يقول والده يمنعه من الذهاب إلى العمرة ومن حلق العلم ومن الذهاب مع الصالحين. إذا كان يخاف عليه من ذهابه، يخاف عليه، فله الحق في ذلك أن يمنعه. أما إذا كان أنه كبير السن ولا يخاف عليه، فلا يمنعه من الحج والعمرة ومن حضور تلاوة القرآن ومجالس الذكر، لا يمنعه. هذا ينفع الأب وينفع الابن. نعم. هذا السائل يقول والدي يلزمنا بسداد أقساط البيت وأقساط السيارات، وإذا ناقشناه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. صحيح هذا. نعم، إذا كان عندهم مال فلوالدهم أن يأخذ منه، أن يأخذ منه ما يحتاجه من غير إضرار بهم، من غير إضرار بهم. نعم. أحسن الله إليك. أبو عبد الله من حفر الباطن تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. نعم. الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي شهر رمضان كامل ما صمت شهر رمضان لظروف صحية يا شيخ، ظروف صحية، وكل ما بغيت اني مثلا يعني اتماثل او اتماثل للشفاء يا شيخ واصوم مثلا يوم افطر يوم لا استطيع، هل مثلا اوكل احد او ادفع شيء؟ لانه صار لي الحين طبعا مو رمضان هذا يا شيخ، قبل فترة انا ما قدرت يا شيخ، ما قدرت اني اصوم رمضان الظروف الصحية يوم، يعني الحمد لله يوم اتماثل ويوم ارجع الى مثلا المرض اللي اعاني منه، فما ادري ايش رايك يا شيخ الله يحفظك. شوف يا اخي، اذا كنت ما تستطيع الصيام لا اداء ولا قضاء، الله جل وعلا يقول وعلى الذين يؤمنونه في يا شيخ الله يبارك فيك، اسمع الشيخ وبعدين استمع. الله يهديك. الله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في الشيخ، هذه في الإنسان الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء فإنه يطعم، أما الذي يستطيع القضاء فإنه يصبر ويقضيه ولو متفرقا ولو متأخرا، المهم أنه يقضي، يثبت في ذمته. نعم. طيب ما حد يقدر يصوم عني يا شيخ؟ لا، ولا فدية ولا أي شيء يا أخي. مثل ما قلت لك، إذا ما تقدر لا أداء ولا قضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام يعني مسكين. خلاص يا شيخ أنا ما أقدر، أقدر أطعم عن كل يوم مسكين يسقط عني شهر رمضان اللي أنا ما صمته، اللي أنا ما صمته شهر رمضان كامل 30 يوم. أنا قلت لك يا أخي افهم، إذا ما تستطيع الصيام لا قضاء ولا أداء وبصفة مستمرة ما تستطيع القضاء أبدا، فعليك أن تطعم مسكين عن كل يوم ويكفي، الحمد لله. شكرا يا أبو عبد الله. يعني كما ذكر الشيخ يكفيك الإطعام. فضيلة الشيخ، يعني هذا سائل يقول في هل إذا كان علي قضاء من رمضان وصمته مع الاثنين والخميس أو مع يوم عاشوراء هل يحصل لي الأجران؟ لا يا أخي، عليك القضاء، تنويه للقضاء ولا تنويه عن الاثنين، تنويه عن القضاء فقط. نعم. ويسأل أيضا عن يوم عاشوراء، يقول هل يكفي أن أصوم معه التاسع أم لا بد من الحادي عشر؟ هو شوف، يوم عاشوراء على ثلاثة أنواع، إما أن تصومه وحده وهذا جائز، وإما أن تصوم يوما قبله وهذا أفضل، وإما أن تصوم يوما بعده وهذا أيضا جائز،
إما أن تصوم الثلاثة جميع يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده الثلاثة جميعا هذا أفضل، أو يليه في الفضيلة أن تصوم يوما قبله، والحالة الثالثة أن تصوم يوما بعده، كله جائز والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، يعني لو عرجنا على هذا على فضل صيام شهر الله المحرم بارك الله فيكم. نعم شهر الله المحرم من أفضل الشهور بعد رمضان، ففي صيامه كله أو غالبه ما يستكمل لكن يصام غالبه هذا أفضل، وإلا على الأقل يصوم اليوم العاشر ويوم قبله أو يوم بعده. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، معنا من جدة الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ أحسن الله إليك. خير الحمد لله. يا شيخ نحتاج دعائك لوالدتنا الله يغفر لها ويرحمها، ونصيحتك ماذا نستطيع أن نقدم لها؟ الله يوفقك إن شاء الله. تقدمون لها البر وخدمتها التي تحتاج، والله يعينكم ويتقبل منكم. وأما الدعاء فنحن وأنتم ادعوا لها بالشفاء والعافية والصحة. نعم هي متوفية الله يجزاها خير يا شيخ، ادعوا لها من البر بها أن تدعو لها، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان اصبر الله يهديك، اصبر الله يهديك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ادعو له جزاكم الله خير. نعم يسأل معالي الشيخ عن الأعمال التي يمكن أن يبرها بها بعد وفاتها، ما هي الأعمال التي ممكن أن يقوم بها الأبناء بعد وفاة والديهم من البر وغيرها؟ كل الأعمال الصالحة إذا تقبلها الله تنفع الميت، وأهمها الدعاء أو ولد صالح يدعو له، الصدقة عنها، الحج العمرة عنها، كل هذا ينفعها. كل عمل صالح فإذا وهب ثوابه للميت فإنه ينفعه ذلك بإذن الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا الأخ عبد الله يسأل عن تقصيره في جنب الله عز وجل في ترك الصلوات والوقوع في بعض المحرمات، ويقول: أما وقد هداني الله عز وجل للتوبة والعمل الصالح، فهل أقضي تلك الصلوات؟ وما أذا أفعل إزاء هذه المحرمات؟ وما الذي يكفرها من الأعمال الصالحة؟ إذا كانت هذه المعاصي بينك وبين الله فإنها تكفي التوبة وإصلاح العمل فيما بقي، وتكفي التوبة عما مضى إن شاء الله. وأما إذا كانت هذه المعاصي بينك وبين الناس، ظلمتهم أخذت لهم شيء من المال، أخطأت في حقهم، فلا بد أن تؤدي حقهم إليهم مع التوبة، تؤدي إليهم حقهم وتطلب المسامحة منهم. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا معنا اتصال الأخ علي من حفر الباطن، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤالي يا شيخ، هو عندي زكاة أخرجها كل رمضان، كل آخر شهر رمضان لناس قبول لي وفي حاجتها، إلا هالسنة ما حصل لي، إني ما حصلت ظروف إني أواجههم، يحق لي إني أخرها حتى أواجه هذا الشخص؟ أي نعم، لا بس تؤخرها لما تلتقي به أو ترسلها له ويكفي هذا والحمد لله. نعم جزاك الله خير. طيب شكرا يا أخ علي. أيضا فضيلة الشيخ هذا يسأل عن ما هو الحجاب الشرعي، وما هي شروط الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة المسلمة؟ الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة أن لا يظهر منها شيء عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، أن تستر نفسها سترا كاملا لا يظهر منها شيء من رأسها إلى قدميها، هذا الحجاب الشرعي. نعم وأيضا يسأل يقول: بالنسبة للفتيات الصغيرات متى يبدأ إلزامهن بالحجاب، وأيضا مجانبة الرجال، هل هو في السابعة أم إذا بلغت تسعا أم ماذا؟ إذا بلغت سبعا فإنه
يأمرها بالصلاة والطهارة ويعلمها، وكذلك في الحجاب يعلمها الحجاب من الصغر من أجل أن تنشأ عليه وتعرفه تلتزم به وتتربى عليه. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وأيضا هذا يسأل عن، يعني هذه سائلة تسأل عن ستر الكفين والقدمين في الصلاة. نعم، يجب سترهما ولا يبدو منها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم. ما إن كان عندها رجل غير محرم فإنها تستره في الصلاة وفي غيرها. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. معنا مبارك من الرياض، تفضل يا أخ مبارك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا مبارك. يا شيخ أنا عندي سؤالين الله يحفظك. قصر على التلفزيون. نعم. بارك الله. نعم، أي ممكن بس تقصر على التلفزيون وتكلمنا من السماعة. قصرت الله يحفظك. تفضل، الله يجزاك خير. عندي سؤالين. تفضل. نعم. أولا والدتي 12 شهر ما صامت رمضان، مشلولة ومطروحة على السرير ونعطيها قدي من أنبوب من ثم، وما نعرف وش علينا نفدي. إذا كانت ما تقدر تصوم لا في القضاء لا في الأداء ولا في القضاء، تطعمون عن كل يوم مسكين مقدار كيلو نصف من الطعام. عن كل يوم توفت هي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها في سح جناته. إيه، لكن عليها صيام تقول؟ عليها 12 شهر ما صامته، طريحة على السرير. تطعمون عنها الله يعافيك عن كل يوم كيلو نصف، عن كل يوم كيلو نصف، عن كل يوم من رمضان يعني 30 يوم نعطي كيلو ونصف عن كل يوم 45 كيلو. كم؟ 45 كيلو عن الشهر. 45 كيلو عن الشهر. نعم، طيب طال عمرك. برضو عندي الوالد الله يطول في عمره ويشفيه ويرفع عنه، له العام والسنة هات ما صام، وهو الآن ما ندري وش نفدي عنه برضه، هو على قيد الحياة لكن ما يستطيع يصوم، عمره كبير في السن. أطعمه عنه عن كل يوم كيلو نصف، عن الشهرين هذه، عن السنتين هذه. أي نعم، الله يجزاك خير. شكرا يا أخ مبارك. وأيضا لعل هذه الاتصال أن يكون هو آخر اتصال في هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضله بإجابة أسئلة المشاهدين والمشاهدات. شكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.